السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة الثالثة من محاضرات اللافقريات، وهي هذه ضمن سلسلة محاضرات اللافقريات الموجهة إلى طلبة المرحلة الثانية قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بغداد. وسيكون معكم في هذه المحاضرة الأستاذ المساعد الدكتور حارس سعيد جعفر. أود الإشارة إلى أن المحاضرة الثالثة ستعطى بشكل جزئين مسجلين، يعني التسجيل سيكون عبارة عن الجزء الأول والجزء الثاني، ولكن المحاضرة كاملة ستعطى مرة واحدة، يعني محاضرة كاملة ولكنها تتألف من جزئين Part 1 و Part 2، لذلك أتمنى أن تراعى هذه النقطة. هذه هي الجزء الأول من المحاضرة الثالثة. المحاضرة ستتمحور حول شعبة المساميات بوريفيرا أو الإسفنجيات، هو المصطلح المرادف لهذه الشعبة. في بادئ الأمر يجب أن نعرف لماذا سميت هذه الحيوانات بالمساميات البوريفرة. هذا المصطلح بوريفرة يتكون من جزئين بورس وفيرو. بورس تعني ثقوب أو مسامات، وفيرو تعني تحمل تبير حاملة المسامات، وهذا هو الاسم اشتق لهذا السبب من المسامات التي تحملها هذه الحيوانات في أو على أجسامها. هذه الشعبة الحيوانية تضم الإسفنج، لذلك الاسم المرادف لهذه المجموعة الحيوانية لهذه الشعبة الحيوانية هو الإسفنجيات. فإذا ورد معكم اسم الإسفنجيات أو المساميات فهي نفس الشيء، هي اسم مرادف للاسم الآخر. هذه المساميات أو الإسفنجيات هي عبارة عن حيوانات primitive multicellular animal، يعني حيوانات بدائية متعددة الخلايا، حيوانات بدائية متعددة الخلايا. تقريبا هنالك 10,000 نوع يعود إلى هذه الشعبة الحيوانية. وهنا يجب أن نتذكر أن اسمها اشتق بسبب أن جسمها يتكون من عدد كبير من المسامات. الصفات العامة لهذه الشعبة هي صفات عديدة. الصفة الأولى هي أنها حيوانات multicellular، وجسمها multicellular يعني متعددة الخلايا، يعني جسمها يتكون من خلايا عديدة. الجسم يكون مزود بفتحات أو مسامات، ويكون حاوي أيضا على أقنية قنوات، ويكون قد يكون حاوي على ردهات. هذا النظام اللي هو فتحات قنوات ردهات يساعد في عملية دخول الماء إلى داخل جسم الإسفنجيات. إذا عقدنا مقارنة بين هذه الصفة، يعني بين عقدنا مقارنة بين البوريفيرا والبروتوزوا بالنسبة لهذه الصفة، سنجد أن البروتوزوا هي كائنات أحادية الخلية، أي أن جسمها يتكون من خلية واحدة، بينما الإسفنجيات جسمها يكون متعدد الخلايا. هذه الحيوانات التي تنتمي إلى شعبة الإسفنجيات جميعها مائية all aquatic. معظمها يفضل البيئة البحرية marine، وقسم قليل جدا يفضل بيئة المياه العذبة، ولكن بشكل عام هي تعتبر مائية المعيشة وتفضل المعيشة المائية بشكل عام. أما التناظر في هذه الحيوانات، أما أن يكون تناظرا شعاعيا radial symmetry أو تكون عديمة التناظر asymmetrical. إذا ما تم مقارنة شعبة الإسفنجيات مع شعبة الابتدائيات من ناحية التناظر، سنجد أن التناظر في شعبة
الاسفنجيات هو راديال أو نون، يعني تناظرا شعاعيا أو عديمة التناظر، بينما كل أنواع التناظر يمكن أن يكون موجود في شعبة الابتدائية. واحدة من الصفات المهمة جدا أن هذه الحيوانات هي مالتي سيلولا، ونلاحظ أن هنالك طبقة تسمى طبقة البشرة إبيديرمز، وهي تحتوي على خلايا مسطحة بيناكوسايت. هذه الانتيريور سيرفيس، الانتيريور سيرفيس يعني الغلاف او الغشاء الداخلي او السطح الداخلي، يكون مبطن بالفلاجيليتد كولر سيل، بخلايا المطوقه الصوتيه، الخلايا المطوقه الصوتيه اللي حضراتكم تقدرون تشوفوها بالصوره، تسمى بالكونوسايت المؤشره بالرمز اي. هذه الكونوسايت هي تسمى بالخلايا المطوقة الصوتية، أي إن لها صوت وطوق، والتي تساعد في خلق تيارات مائية create water current، بالإضافة إلى وجود جيلاتينيوس بروتين ماتريكس، إلى طبقة جيلاتينية بروتينية تسمى بالميزوغلية. هذه الطبقة الميزوغلية إذا تلاحظوها حضراتكم باللون السمائي في الرسم المقابل، تحتوي على خلايا تسمى بالخلايا الأميبية، بالإضافة إلى عناصر من السكيليتال إليمنت، يعني عبارة عن عناصر هيكلية، أشواك وغيرها من المواد التي تساعد في تدعيم جسم الإسفنج. هيكل هذه الكائنات يتكون من كولاجين ليفي، وهو مادة بروتينية، ويمكن أيضا أن تتكون الشويكات من بلورات جيرية، وغالبا ما تندمج مع الكولاجين بشكل معين، وهذا ما يسمى بالسبونجين، وهذا ما يسمى بالسبونجين. واحدة من النقاط المهمة جدا في هذه الحيوانات هي أنها لا تحتوي على organs. There are no organs. بالإضافة إلى there are no true tissues. ليس هنالك أنسجة حقيقية. حضراتكم عرفتوا بالبداية أنه صحيح هي حيوانات multicellular organism، يعني متعددة الخلايا، ولكن هذا التعدد لا يصل إلى مرحلة تكوين نسيج، وهي نقطة جديرة بالاهتمام. أما الهضم فيكون هضما داخل خلوي digestion intracellular في هذه الكائنات، الإكسكريشن الإخراج، و الريسبيريشن التنفس يكون بواسطة الديفيوجن، يكون أبسط أنواع الإخراج، والتنفس يكون من الأنواع البسيطة، هو بواسطة الديفيوجن، بواسطة الانتشار. كل الكائنات التي تنتمي إلى المساميات البالغات منها تكون جالسة سيسل، ويمكن أن تلتصق على جسم معين كما تلاحظون في الشكل. إذن هي عبارة عن حيوانات جالسة، البالغات منها هي حيوانات جالسة. مرة ثانية، عدم وجود الأعضاء الأورغن والترو تيشوز وبعض الصفات الأخرى هو ما يميز هذه الحيوانات عن هذه الشعب الحيوانية، عن الشعب الحيوانية التي ستأتي لاحقا، التي يمكن أن تحتوي على أعضاء وترو تيشوز ولا آخرين. بالإضافة إلى كون أنه هذه الصفة اللي قلت عليها أنا مهمة جدا، هي no organs or two، أيضا تميزها عن الشعبة الحيوانية التي سبقتها، وهي الكائنات أو الشعبة الابتدائيات البروتوزوا. أعزائي الطلبة، أتمنى عليكم أن دائما تضعوا الشعب الحيوانية التي تدرسوها في محط مقارنة مع الشعب الحيوانية التي تسبقها والشعب الحيوانية التي تليها. التكاثر في هذه الحيوانات يكون على نوعين. النوع الأول هو التكاثر اللاجنسي الأسكشوال ريبرودكشن، والذي يحدث بواسطة التبرعم بادينج، يعني البادز تكوين البراعم، أو قد يكون بواسطة ما يسمى بتكوين البريعمات جيميولز. هذين البادز والجيميولز هو أمثلة عن التكاثر اللاجنسي أسكشوال.
أما التكاثر الجنسي فيحدث بواسطة اتحاد الأمشاج الذكرية والأنثوية بواسطة الـ eggs and sperm، بواسطة الخلايا الجنسية الذكرية والخلايا الجنسية الأنثوية، وعندئذ تتكون الزايغوت وهو بداية تكوين فرد جديد. بعد أن انتهينا من الصفات العامة لشعبة البوليفيراي، لشعبة الإسفنجيات، لشعبة المساميات، سنأخذ أنواع الخلايا. بما أنه إحنا قلنا أنه الإسفنجيات هي عبارة عن حيوانات متعددة الخلايا، إذن يجب أن نتعرف على هذه الخلايا. هذه الخلايا يعني الإسفنج أو الإسفنجيات بشكل عام، المساميات لها خلايا متخصصة. فإذا هناك أنواع من الخلايا، وهذه الخلايا لكل خلية هنالك وظيفة، أوكي، تميزها عن الخلية الأخرى. يعني إذا الخلايا هنا تتمايز وتختلف بشكلها ووظيفتها، أوكي. الآن سنتطرق إلى جميع هذه الخلايا. ما هي هذه الخلايا؟ وما هو شكلها؟ وما هي وظيفة هذه الخلايا؟ يعني كل خلية يجب أن نعرف شكلها ووظيفتها، أين تقع، وما هي الميزة الأساسية لهذه الخلية. النوع الأول من الخلايا هي الخلايا المسطحة (Pinacocytes)، وهي خلايا مسطحة الشكل (Flattened cells). هذا هو شكلها. ما هي وظيفتها؟ وظيفتها إنها تكون الديرمال ابيثيريال ان سبونج، هي التي تكون الطبقة الطلائية الخارجية البشرة، أوكي. هذه الخلايا أيضا لها وظيفة أخرى، وهي أنها يمكن أن تكون contractile يعني متقلصة، وبالتالي تستطيع أن تسوي regulation of surface area للسبونج، تنظم السطح الخارجي للسفنج. هذه الخلايا مرة ثانية إذا تلاحظوها بالرسم، اللي هي الخلايا البرتقالية المؤشرة بالسهم العلوي بالسهم الأول، هي خلايا مسطحة، وهي تحتوي على نواة في الوسط تقريبا، وهي تكون البشرة اللي هي الطبقة البشرية والطبقة الطلائية الخارجية، أوكي. وأيضا تقوم بتنظيم السطح الخارجي للإسفنج. الثانية هي الخلية، أو النوع الثاني من الخلايا، هو الخلايا الثغرية (Porocytes). الخلايا الثغرية (Porocytes) من اسمها هي التي تكون الثغور، تكون البورز، تكون المسامات، وهي خلايا أنبوبية الشكل (Tubular cell). إذا تلاحظون حضراتكم بالرسم هو تشبه الأنبوب، وهي التي تكون الثغرات، تكون الثغور، تكون المسامات في الإسفنجيات (Make up the pores of sponges). الكونوسايت هي الخلية الثالثة، وهي من الخلايا المهمة جدا. هذه الكونوسايت تسمى باللغة العربية الخلايا القمعية أو الخلايا المطوقة الصوتية، الخلايا المطوقة الصوتية. طبعا إذا تلاحظون حضراتكم بالرسم الأول بالصورة الأولى، إن هذه الخلايا تمتاز بأنها خلايا بيضوية تحتوي على صوت وطوق. تحتوي على شنو؟ صوت وطوق، أوكي. لذلك سميت بالخلايا المطوقة الصوتية، وهي خلايا بيضوية وتحتوي على أحد نهايتيها، إذا تلاحظون الرسم الثاني، تكون embedded، تكون مطمورة في الميزوغيليا. يعني هاي الخلايا الصفراء إذا تلاحظوها حضراتكم تكون مطمورة في الطبقة الميزوغيليا ذات اللون الأزرق، واضح؟ ذات اللون الأزرق. ولكن النهاية الثانية exposed end بيزوفلاجيلم، النهاية الثانية هي تحتوي على صوت، تحتوي على صوت. طبعا هذه الخلايا الكونوسايت هي تبطن الفلاجيليتد كانال،
وتبطن الردهات، تبطن القنوات وتبطن الردهات. أوكي. وهي عكس الخلايا البيناكوسايت، إذ إن الخلايا البيناكوسايت شنو تغطي أو تكون شنو تكون الطبقة الطلائية الخارجية بين قوسين البشرة، بينما هذه الخلايا تبطن القنوات وتبطن الردهات. الكونوسايت بواسطة أصواتها تقوم على إدامة دوران الماء في جسم الإسفنجيات. كونوسايت keep the water moving، وتقوم أيضا بشنو بtrap and phagocytize food particles، وتقوم أيضا بمساهمة في تناول الغذاء وهضمه هضما جزئيا أو كليا. إذن هذه الخلية من الخلايا جدا مهمة والتي لها أكثر من وظيفة وشكلها واضح ومميز. الخلية الرابعة هي خلية تسمى بالمايوسايتس. هذه الخلايا تمتاز بأنها خلايا عضلية. مايو باللغة بالمصطلح العلمي في عالم البيولوجي، مايوسايت مايو هو معناها عضلي، سايت تعني خلية. فإذا المايوسايت هي عبارة عن خلايا عضلية، والخلايا العضلية معروفة وظيفتها تقلص وانبساط. ماذا ينتج عن هذا التقلص والانبساط؟ طبعا إذا تلاحظون حضراتكم أو إذا من خلال شرح هذه الخلية، إنها هذه الخلية ترتب نفسها بشكل دوائر حول الأوسكولا، حول الفتحات، حول البورز. أوكي؟ وبالتالي فهي تساعد في تنظيم الووتر فلو، يعني غلق وفتح الثغور يتم عن طريق شنو؟ يتم عن طريق سيطرة هذه الخلايا، لأن لها القابلية على التقلص والانبساط. الخلية الخامسة هي الأركيوسايتس. الأركيوسايت أو ما يسمى باللغة العربية بالخلايا الأولية. هذه الخلايا تمتاز بأنها خلايا أميبية، وتمتاز أيضا بأنها يمكن أنه تهاجر عبر الميزوغلية وتحمل أو يمكن أن يكون لها عدد من الفانكشن، عدد من الوظائف. الوظيفة الأولى يمكن أنه تقوم بعملية فاغوسيتايز بارتيكلز، تقوم بعملية التهام بعض المواد الدقائق الغذائية في منطقة البشرة، في منطقة البيناكوديرم. ويمكن أيضا أن تستلم بارتيكل من الكونوسايت وتقوم بهضمها، يعني هي تقوم بوظائف، أما أن تقوم بعملية الفاغوسيتايز بارتيكل أو أن تستلم دقائق غذائية من الكونوسايت بواسطة حركة إهدابها وتجلب لها الغذاء أو الدقائق البارتيكلز وتقوم بهضمها. الأركيوسايت أيضا يمكنه هي خلايا جنينية غير متميزة، يمكنه أنه تتمايز differentiate into another type of more specialized cell، يمكنه أن تتمايز إلى خلايا أخرى أكثر تخصصا. إذن هذه الخلايا بالإضافة إلى وظائفها المهمة هي يمكن أن تتمايز إلى نوع آخر من الخلايا. خلايا يمكن أن تكون خلايا تسمى بالسكليروسايت، وهي التي تقوم بإفراز السبيكيوز، بإفراز أو تكوين الأشواك. هناك خلايا تسمى بالسبونجوسايت، وهي تقوم بإفراز مادة الاسبونجين أو ألياف الاسبونجين، وذلك لدعم السكيليتون. هناك خلايا تسمى بالكولينوسايت، وهي الخلايا التي تقوم بإفراز ليفات أو ألياف الكولاجين. أما اللوفوسايت فهي أيضا تقوم بإفراز مادة الكولاجين، ولكن يمكن أنها أن تتميز، طبعا يعني تتميز عن الأولى التي تفرز، عفوا تتميز عن الكولينوسايت بإفراز الكولاجين، وذلك بأنها تقوم بإنتاج كميات أكبر من الكولاجين، وبالإضافة إلى أنها تقوم
يمكن تمييزها يعني مورفولوجيا مظهريا عن الكولينوسايت. Types of skeletons، أنواع الهياكل في الكائنات المسامية، في الحيوانات المسامية، في البوريفيرا. طبعا بالبداية لازم نعرف ما هي أهمية السكيليتون في مثل هذه الحيوانات. هذا السكيليتون يقوم بدعم جسم الاسبونج ويمنع الانهيار في القنوات، يمنع الانبعاجات أو الانهيارات التي تحدث في الكنالز اند تشامبرز، يعني بين قوسين يحافظ على شكل القنوات، لأنه مثل ما تعرفون حضراتكم الاسفنج، جسم الاسفنج يتكون من مسامات وقنوات وردهات. فإذا كان ليس هنالك هيكل حتى ولو كان بسيط يدعم هذه القنوات والردهات، فما ممكن يبقى محافظ على شكله أثاث، فهو prevent collapse of canals and chambers. طبعا الأهم بروتين يكون الانيمال كينغدم هو الكولاجين والفايبر اوف كولاجين، وهو موجود في هذه الخلايا، موجود في هذه الحيوانات، موجود ضمن يعني intracellular matrix of all sponges، يوجد ضمن الماتريكس في كل انواع الاسفنجيات. ومثل ما قلنا هذه السكيليتون وهذه الفايبر وهذه البروتينات تحافظ على شكل سبونج وتمنع preventing collapse of canals and chambers. يسمى الكولاجين الذي تفرزه ديموسبونجيه، يعني تفرز نوع من الكولاجين، يسمى بالسبونجين. إذن الكولاجين الذي يفرز من قبل معظم انواع الاسفنج وخاصه الديموسبونجيه يسمى بالسبونجين. هنالك ايضا عده انواع من الاسبونجين اللي هو يختلف من ناحيه الكيميائيه، يعني يختلف من ناحيه الفايبرز، سبيكيول، فيلمنت، سبونجين سراند سبيكيول وهكذا، والذي يتواجد في انواع مختلفه من الديموسبونجيه. الديموسبونجيه ايضا يمكن ان تفرز ماده سيليسيه، يعني سبيكيول، اشواك او شويكات، وبعض انواع الكالكيريس سبونج اللي هي الكلسيه يمكن ان تفرز ماده، يعني يمكن ان تنتج هذه سكريت سبيكيول، تنتج سبيكيول اشواك او شويكات تتكون من بلورات الكالسيوم كربونيت، والتي تحت اللي تكون يعني احاديه او ثلاثيه او رباعيه الاطراف او الاشعه. اوكي، البادي اوبننج، فتحات الجسم، فتحات الجسم الوحيدة التي توجد في هذه الحيوانات هي المسامات، ولذلك سميت بالمساميات، وهذا الكلام يعني نوقش في بداية المحاضرة. طبعا هنالك بعض، يعني هنالك العديد من التايني وانز، يعني تايني بورز، يعني المسامات الدقيقة والصغيرة جدا تسمى بالأوستية. إذا تلاحظوها حضراتكم بالرسم المجاور، هذه الأوستية هي تستخدم لدخول الماء incoming water، وهناك القليل من الفتحات أو المسامات الكبيرة التي تسمى بالأوسكولة، والتي مفردها أوسكولم، وهي فتحات لخروج الماء. إذن هنالك لدينا نوعين من الفتحات، فتحات صغيرة دقيقة عديدة تسمى بالأوستية، وهنالك فتحات كبيرة وليس يعني كبيرة الحجم ولكنها قليلة العدد تسمى بالأوسكولة، والتي تستخدم لإخراج الماء. هذه الفتحات هي تتصل وترتبط بنظام من القنوات connected by a system of canals. إذن هنالك فتحات ونظام من القنوات
الذي يكون مبطن بالفلاجيليتد كولر سيل التي تسمى بالكونوسيت بالخلايا المطوقة الصوتية مثل ما تلاحظون حضراتكم، أوكي، والتي نوقشت في سابقا يعني وظيفتها وشكلها وحجمها وأين توجد كلها نوقشت سابقا. إذن الفتحات المسامات ترتبط بنظام من القنوات في هذه الحيوانات. هذه القنوات عادة ما تكون مبطنة بالخلايا المطوقة الصوتية اللي هي كو أونوسايت.